لو الحكاية فيها إن فيتو كل اطباء مصر وناخد قرار في كامل لازم نحط قرار في كامل وقرار اللي احنا متكلمين احنا جايين جايبين الاستغلال جايين من جده وجايين من الاماكن بعيده جدا عشان هذا الموضوع فقط بس القانوني مش قانوني احنا مش هنساعد القانون حضرتك احنا لا احنا هنساكن مصر احنا هنساكن مصر احنا حضرتك هنساكن مصر هنساكن مصر هنساكن مصر في الجهه كلها هو